واش فركوس مهضر فيكم شويه زعما مخرج وكيعيط على الفنانه وكي مخرج وصديق ديالك وعندك علاقه معاه صديق ديالي مثلتي معاه في الطاكسي مثلتي معاه في المسرحيات في كنت نكون دايخ بالفقي السكران كاع ما كنعقلوا الصورت معاهم شكون يا فركوس عيب علي الميت ديالي خرجتو الى عدة مسرحيات هي مكينة معنا معايا انايا ما كاين كلشي مع الجبار نيت ومشى مشى عند عبد الجبار للدار عند ديالو تصالح معاه علاش ترى معاه ما خصوش يتخاصم انا غادي ترى كا قال لك راه كاتر سعاد جيبو لا وزعما داكشي اللي دوزتي معاه كيتفكرك زعما عيط عليك يقول لك قلت لك لا هاد الاحمال فنانة في المغرب ما عندناش علاقة بيناتنا زين كاينش ديك العرض كاينش تفكر خير إنسان عادي أكثر من الفنان أنا لا حساد عقودي ما كيتوضف خصك تكون بليد خصك تكون ملاي عادي يمكن حنا ملي خدمنا شوية كنخدمو بالكابا لاكاباسيتي وخدمنا مع الواعرين ودرنا الإخراج مع الواعرين هادي راه الإخراج ديالي هادي لهنا وهادي خدمت مع الرباطين طبعا السداويين أنا مراكشي المغرب خدمت شي أعمال في اليوم الإخراج ما كتكونش غادي مسافر دابا ولا خارج من الدار كيقول لك الناس راه توحشناك في التلفازة بغينا نشوفو الجديد هاديك يوم الطعانات اللي كانت تبقى كتبقى فيك الحال أنك راه طعانات باغي تعطي ولكن دابا أكثر ما كنقول لهم راه باقي راه قريب هذا ولاو يسولون على صحتي كيولي وكيعطيك داك الشكل الزوين اللي كيخليك زين ما الا خلوتنا على بلاصتكم يعني اشتاقوا لي ولا تنقولوا انا ما كاين انا وتيسيروني بصراحه كيما كان وتم كيما باقي شي غنى قال لك لا تي واكك كلشي كيهضر على هاد القضية ديال الغنى ما كاينش والتمثيل ما كاينش وال لا ما كاينش لأنه هادو هادو اللي جاو هادو عاد الجيل هذا ديال الشباب ما جاش بأصالة ديالتو ما جاش شكون اللي تبغي دابا يعيط عليك تخدم معاه شكون اللي كيعجبك في الخدمة ديالو الأجانب هنا في المغرب انا كنهضر على المغرب اي حتى انا المغرب ما كاين انا بالنسبه لي ما كاين ودوك اللي خدمت معاهم ما كيعرفوش وقت احد شي مخرج يقول لك انا دير لي الاخراج في الافلام تنديرهم الراس انا تندير الراس الافلام اللي خدمت مع مثلا داود ولا السيد انا درت في الاخراج داود ولا السيد تنجي المخرج يقول لك يا استاذ واش التعليم يقول لك ما اللي عجبك تندير انت بالصوت كاينش استاذ وجهني عصيني عصرني نخرج الشهاده قلت له واو سكي اللي كيبين بيننا وبين الممثلين عند الشباب انا ديما تيتجابوا كيتكرروا نفس الدور كتشوفوا في هذا العام تشوفوا في هذا المسلسل كاين اجتهاد ما كاينش توجيه وفقد الشيء لا يعطي انا اعطيني ما يفيد دابا اعطيني ما يفيد فكرتني في هذا رمضان لا مع العشابي صديق ديالنا سجلتي معنا دازت حلقه زوينه ورائعه اه عجبتني اه وي تفرجت فيها انا التصوير هذيك راه وعلى وذكر لي فركوس اه جبد لك فركوس فركوس تا هذيك تيسكت ما عيطش لك من وراها لا ما يقدش لا فانا عندي وجه اخر قالوا لي محبش وعندي الحق عندي الحق شكون هو فركوس شكون كدية ديال اللحم دماغ ما عندش وهذا هي زمان اللي عنده فلوس يولي مخرج يولي
راه هادشي باش عزيز عليا كرة القدم. علاش؟ عندك عندك دخل التيران ما عندك والله، والطيلة ما عندك الجمهور يغوت عليك، والجمهور كيعرف قانون اللعبة. شكون اللي تشكر في باش تختم؟ أولا بالنسبة أنا نفتخر بقائد جميل، بقائد محبوب على وجه ولاية الملك نصر الله سيدي محمد، اللي تعطف على الفنانة وعلى الفقراء وكيشوف بعيد، الله ينصرو. وعيب أن المسؤولين ديالنا ما كيعتنيوش بالفنانة والرياضة، تلقى مسؤول على 50,000 ما كيهتم بواحد من هاد 50,000 مريض، وسيدنا اللي مسؤول على الملايين 40 مليون الفوق باش يداوي لنا واحد، عيب. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا والخدام ديالو وممثلين وعمال صاحب الجلالة وولاد صاحب الجلالة، خويا صاحب الجلالة ورؤساء الدائرة الأعوان والشيوخ ديال صاحب الجلالة. إلى اللقاء.